السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بكم معنا أخونا الغالي أبو عبد الملك زبون للمرباع. من كم سنة أبو عبد الملك؟ والله من 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. وصراحة لو ما رغبت فيكم ما رجعت. بيض راجك يشرفنا دعمك. هذا كلام حق والله. وافي أبو عبد الملك هذه شرف لنا. أنتم المكسب حقيقي لنا والله. أنا لو ما رغبت فيكم أبو عبد الله وشفت شغلكم ما رجعت والله. بيض راجك. ولا والله الشركات واجد ابو الحمد لله. الحمد لله والله مصداقيتكم. بيض راجك وشغلكم الحمد لله. هذه شهاده الاعتزاز عبد الملك. نعم صحيح تسلم وافي وجهك. سويت معي ولا ما سويت؟ بيض راجك. اي بيض راجك والله. الله يبارك النويه. وافي وابشر ان شاء الله تعالى بالشغل يرضيك. متواجدين عند احد عملاء المرباع الكرام القدامى في محافظه المدرب اخونا الغالي عبد الملك. هذا المشب طبعا الطوب اليمامه طوب مقاوم الحراره والأرفف ملبس الرخام إيطالي السيليا أي والداخلي كله ملبس. وهنا دهان بوية جوتن وعليها ورنيش علشان لو تأثر بغبار أو الدخان الإسفنج والصابون يرجع ما شاء الله تبارك الله ترجع اللمعة. من تجهيزات الإضاءة راح يكون فيه سبوتات هنا وهنا وأيضا راح يكون فيه سبوتات في السقف 8 إنش 3 إنش وإضاءة مخفية داخلية. هذا ديكور جانبي الإضافة إلى تجهيزات منفذ التلفزيون ومكيف. إذا اكتملت الصورة إن شاء الله تعالى بصور لكم. بس ربي يوفقكم ويوفقكم رب لك الخير.